اللحظات الصعبة في مباراة أمس. صح، من الصعب في الوقت الذي اختفى فيه كيفن دي بروين عن الأنظار. في العادة كيفن دي بروين يتقدم يحمل الكرة واثقا نفسي يمشي يسددها يسجلها. أمس اختفى كيفن دي بروين، أمس اختفى غوندوغان الذي صرح في نهاية المباراة وقال واعترف وقال كنا خائفين في مباراة دورتموند، كنا خائفين من دورتموند. إلا محرز ذهب بكل ثقة وأمسك الكرة ووضعها وسدد بقوة، كان رجل اللحظات الصعبة. صح، كان رجل، ويا من صعب باش تاخذ كرة كما هذه وتروح إلى ضربة جزاء في وقت حساس. نعم. وين بدات المرة بدا الشوط الثاني، وكان 10 دقائق من الشوط الثاني، أنا نظن باللي شخصية تاع محرز هي اللي خلاته باش يروح يضرب تيري هذيك ضربة الجزاء وسجلها. هذا يعني بان هذا محرز اخذ طابع واحد اخر في الكره وعنده الاهميه كثيره في الميدان دوك، نظرا لان باسكو حنا كي نشوفوا المقابلات في الفرق، كل فرق العالم كان يضرب ضربه الجزاء، كان اونديزين كان واحد الاول والثاني والثالث. نظن بلي انا دي بروين هو اللي كان في المخالفات في ضربة الجزاء. نعم. والمخالفات هو الرقم واحد. حتى غوندوغان يقذف بعد المباراة. كان تحدث محرز عامر قال لهم أنا شخصيا كنت، لأنه مانشستر سيتي هذا الموسم عنده مشكل منفذي ضربات الجزاء. نعم. ستيرلينغ ضيع، غوندوغان ضيع، دي بروين ضيع. نعم. لا من كل فرق ميدو قررت ناخذ المسؤولية باش أنا صح. ميدو كيشوف كشف عن ميدو كيشوف الفرق في الفرق سي كلير، كان توجور نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 2 اللي تيروا هذو. ديجا كي تدخل في الفريق او معايا الشيخ محمد لهنايا، دائما المدرب يمد شكون الاول والثاني في ضربه الجزاء. علاش ما سددش كيما دي بروين، كيما دي بروين اللي ما سددش، وهذه هي قلت لك شخصيه تاع محرز. لكن قول لي عامر، لو كانت المباراه تتجه الى تاهل السيتي والسيتي كان متقدم 4-0 وجات ركله جزاء، هل كانوا يعطوها المحرز ركله الجزاء؟ مستحيل كان ياخذها المحرز، مستحيل كانوا يتشاجروا عليها كيفن دي بروين مع غوندوغان شكون يسدد. لكن لما كانت الظروف صعبه وكانت النتيجه تشير الى تقدم بوريسيا دورتموند وكان مانشستر سيتي خارج سباق رابطه الابطال في هذا الوقت بالذات، انا اريد تفسير لماذا اختفى دي بروين، لماذا اختفى غوندوغان، ولماذا محرز تحمل هذه المسؤوليه الثقيله. تحمل المسؤوليه محرز لان شاف اصدقائه كما دي بروين ولا غوندوغان ولا حتى سيلفا، شاف ان هاد اللاعبين يعني داروا تشوف واللي متخوفين باش يضربوه، راحوا ما حبوش يروحوا للكره. هو ما تنساش باللي محرز ضربات الجزاء الاخيره ما سجلهمش لما شاف صحابه ما كانش عندهم الثقه باش يروحوا يضربوا ضربه جزاء. هو حكم الكره قال لهم انا هنا موجود، انا نسدد هذه ضربه الجزاء. لكن كيف يخاف لاعب مثل دي بروين خبره كبيره في اوروبا حتى لو تضيع؟ شفنا رونالدو ميسي يضيع ولكن في المباراه المواليه يسددوا. شوف رونالدو ميسي سجلوا ثلاثيه وما يضيعوا ركله جزاء. شوف التوقيت ديالها محمد، التوقيت ديالها كانت ضربه جزاء في 54 على ما 10 دقائق في الشوط الثاني. دعنا نقرا تصريح بيب غوارديولا بعد نهايه المباراه، قال يتحدث عن محرز، يعني قال هو من اختار تنفيذه، كانت لديه الكاريزما ليقوم بالتنفيذ، سدد الكرة بطريقة لا تصدق، كانت تسديدة جيدة حقا. هنا أريد أن أحرج قليلا زميلي محمد لمين بن شبير الذي جاء في الحصص الماضية وقال بأن رياض محرز يجب أن تكون لديه شخصية فوق أرضية الميدان ويجب أن يتحلى بأكثر شجاعة، وغنى يعني من هاته القصائد كثيرا هنا في هذا البلاطو. الآن عامر بن علي يقول لك محرز أمس كانت عنده شخصية قيادية فوق أرضية الميدان، هو الذي تكفل بتسديد ضربة الجزاء. نعم. قبل أمين نظن باللي امين عنده شويه الحق في هذا شفنا دفع عليها هضر عليها مقبل شفنا باللي محرز كان شويه كان تشوفوا يلعب تيميد بزاف في الميدان، وين كي كان يلعب نحسوه باللي شغل يحشم طري تيميد في التيران باش يدخل يلعب باش يدير مخالفه باش يدير يسدد مخالفه ولا يدير ركنيه. نظن ما نشوفوش طريقه اللعب مع
الايام هذو اللي فاتوا والمقابلات اللي راه يلعبهم اشاك فوا نظن باللي خذا الاعتبار وكان عنده ثقه كبيره في نفسه. المدرب يعني عطاها جوارديولا عطاها الثقه عطاها للمدرب لان علاش كل تتصور انت كغوارديولا عارف واش يصرى في العالم كله عاد بالجزائر كلهم يتكلموا يقولوا باللي غوارديولا يكره محرز ومنا وكذا ولا ما يكرهش محرز هو كاين يجيري ضمن. بالنسبه ليا غوارديولا فاق باللي محرز لازم له ثقه كبيره هو عطى له الثقه هذيك وعطى له المفاتيح تاع الهجوم تاع سيتي اليوم لما عطى له المفاتيح تاع الهجوم تاع سيتي محرز هو يفرض القوه ديالو. محمد لك يكون عندك لاعب كيما محرز لازم تعطي له الثقه لازم تعطي له الثقه بيخرج كاع واش عنده هو اللي يجيب لك باش يبين لك كيما قلت انت هاو جاب لك مباراه كيما هذه وين شفنا غوردوغان ودبرين اللي ما حبوش يديروا ضربه الجزاء بيناتي. نعم امين وكفى الله المؤمنين شر القتال او دافع عليك عامل بن علي. نعم. انا تحدثت عن ضروره تقمص رياض محرز شخصيه البطل والنجم فوق العاده في مانشستر سيتي خصوصا نعم. بعدما عاد الى الفريق وهو بطل افريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري. نعم. امتلك روح القياده في مصر مع المنتخب الوطني الجزائري في ذلك الحين تحدثت عن هذا الأمر واليوم يبدو أن رياض محرز قد استمع إلى النصائح لا أقول أنه استمع إلى نصائحي ولكن استمع إلى النصائح لأنه هذه النصائح لم يقلها بن شابير وحده وإنما كل الشعب الجزائري أجمع في وقت ما على ضرورة تقمص رياض محرز لشخصية البطل ضرورة أن يكون لديه الشخصية من أجل منافسة دي بروين ومن أجل منافسة رحيم ستيرلينج وفي الأخير أصبح محرز هو النجم فوق العادة في مانشستر سيتي وستيرلينج أصبح احتياطيا في هذا الفريق. نعم نستمع لتصريح رياض محرز ماذا قال بعد نهاية المباراة خاصة عن ركلة الجزاء. ميدو. نعم محرز تحدث في هذا التصريح عن مثل ما تحدث قبل قليل تحدثنا كنا على ركلة الجزاء قالهم كنت قررت أنا من سيسدد ركلة الجزاء بعد كل ركلة الجزاء اللي ضيع حسيتي منذ بداية الموسم كان هو أخذ قرار بنفسه ليكون مسدد في ركلة الجزاء التي ستأتي ركلة الجزاء التي أتت كانت في مباراة حاسمة أمام دورتموند سجلها تحدث أيضا عن الفرصة اللي ضيعها في الشوط الأول بعد تمريرة فودا اللي كان رجعها المدافع من الخط تحدث أيضا أنه قال بلي أنه مانشستر سيتي تقريبا كان عارف رغم تلقيه للهدف لأنه كان عارف أنه بإمكانه يعود في المباراة ويصنع العديد من الفرص لقطة دي بروين أيضا ما نساوهاش لضربة في العارضة الأفقية لذلك اليوم محرز أعتقد بأنه مثل ما كنا نتحدث في الكواليس أعتقد بأنه أنا الأوان يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية الثانية في مسيرته لأنه تقريبا لما نشوفه كل منافسيه الآن خارج سباق صلاح وماني سيخرجون بدون ألقاب مع ربما صلاح الذي ينافس على لقب الهداف مع كيفان دي بروين محرز يتوجه نحو الفوز برباعية قريب من الدوري الإنجليزي في نهائي كأس الرابطة نصف نهائي الأف أي كاب كأس إنجلترا بالإضافة إلى نصف نهائي كأس الدوري أبطال أوروبا لذلك أعتقد بأنه في حال تتويجه بهذا كل هؤلاء الألقاب سيكون أكثر من مستحق لقب الكرة الذهبية الإفريقية خصوصاً أنه أساسي هذه أساسي فوق إحصائياته مع مانشستر سيتي مؤثر فوالا ديسيزيف مع مانشستر سيتي لذلك أعتقد بأنه تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية ماش يكون ربما هدية للاعب سيكون مستحق وأكثر من مستحق بالنسبة لرياض محرز الذي يقدم في موسم جيد فقط بالعودة إلى غوارديولا ومسألة الثقة أعتقد بأنه حتى محرز عرف بأن يعرف غوارديولا جيدا هما حتى أن هنالك لا كان صرح مقبل ما قالوا له بلي غوارديولا على العنصرية هدروا عليه كلش محرز هدر قال لهم بلي أنا نعرف مليح غوارديولا وعلى بالي واش راني ندير في سيتي وما تهدروش في بلاستي هذاك الوقت ما تهدروش في بلاستي انا راني مرتاح في سيتي واني مأمن مثل ما تحدث سعيد فلاق ذات مره لما استضفته هنا وقال لك باللي محرز سعيد في مانشستر سيتي وسيواصل في مانشستر سيتي اعتقد بانه كان على حق اليوم محرز سعيد واساسي في مانشستر سيتي وغوارديولا اعطاه الثقه اللازمه حتى انه لما سالوا غوارديولا بشان عدم لعب ستيرلينج في الدوري الانجليزي في الجوله الماضيه تحدثوا قال لهم
كيف أقحم ستيرلينغ ومحرز وفودن يقدمان مستوى رائع؟ ميدو، أنا هذه مسألة السعادة والحزن عندي رأي فيها، لأنه لا يمكن ربما للاعب أن يكون سعيدا طيلة كل المواسم، ولا يمكن أيضا أن يكون حزينا طيلة كل الوقت. ميدو، أحيانا عندما تلعب وتسجل وتصفق لك الجماهير بطبيعة الحال تكون سعيد، وحين توضع على الدكة تكون حزين. أعطيك مثال، ستيرلينغ هل هو سعيد هذه الأيام في مانشستر سيتي؟ بدون شيء. ستيرلينغ معك لاعبين هنا لما تلعب تكون تحب تلعب، لذلك ما كانش الجوار ما يحبش يلعب. ما نقدروش نقولوا بأنه اللاعب سعيد أو اللاعب حزين، ما يقدرش يكون لاعب سعيد طول الوقت. الآن محرز بدون شك يشعر بسعادة، أمس قاد الفريق إلى التأهل إلى الدور النصف النهائي، هذا إنجاز. حتى النادي اللي يلعب في نادي كبير وينال ما شاء الله يعني مرتب كبير في سنوي ويلعب رفقة أفضل اللاعبين في العالم، يلعب رفقة كيفن دي بروين ويلعب عند أفضل مدرب في العالم، واحد من أفضل مدربين في العالم، باش ما نقولوش أفضل مدرب. آخر سؤال بخصوص ركلة الجزاء، ألم تكن تلك مغامرة كبيرة من رياض محرز؟ ماذا لو ضيعها مثلا؟ مغامرة كبيرة بلي صار واحد كي تكون عنده ثقة محمد ما تخافش. هو كان عنده شخصية وثقة كبيرة في نفسه باش يسجلها، ورفد الكرة وراح حطها وسجلها والحمد لله، وين خلاه تزيد عنده تعطيه نقاط كثيرة في هذه المقابلة بالنسبة لغوارديولا والفريق تاع سيتي. إذا لا خوف على رياض محرز الآن، خاصة أنه الدور نصف النهائي قريب جدا، يعني أمام باريس سان جيرمان، ديربي المال أو ديربي البترولي. عمر، يعني أنا بالنسبة من غير المتوقع أن نجد مرة أخرى الآن رياض محرز على دكة المدافع. أنا مانيش متوقع باش نشوفه في الاحتياط.